معنا الآن من عمان عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ومعنا من بيروت الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكما ومرحبا في العالم هذا المساء. سأبدأ معك سيد عريب الرنتاوي لأسأل عن وأن أستوضح أكثر على إثر هذه المقابلة التي استمعنا إليها للتو، مسألة العلاقات بين الأردن وإيران في البداية. يعني لاحظنا أن رئيس الوزراء الأردني يتحدث أنه لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لنا، أيضا يقول يعني يستدرك ويقول التموضع الإيراني في عدد من الملفات يشكو منه دول خليج ونشكو نحن منه، ولكن يعني هل نبرة الشكوى من إيران رصدتها أقل قليلا في هذه المقابلة بعد تصريحات سابقة للملك الأردني قال أنه يحذر من استغلال إيران الفراغ الذي سيتركه الروس في سوريا، وقبل 14 عاما حذر من الهلال الشيعي وهيمنته على المنطقة؟ يعني صحيح، أعتقد أن ملاحظتك في مكانها، بمعنى أن هناك ربما نبرة تصالحية وإن كانت حذرة مترددة خجولة حتى الآن في هذا المجال، لكن ما أدلى به رئيس الحكومة صحيح، بمعنى أنه في البعد الثنائي ليس هناك ملفات جوهرية بين الأردن وإيران. الخلاف الأردن الإيراني هو يعني اشتقاق من خلاف عربي خليجي بالأساس مع إيران. وللأسف في الحقيقة، دعيني أكون صريحا في هذا المجال، الأردن في كثير من المحطات السابقة كان كاثوليكيا أكثر من البابا نفسه، بمعنى هناك أربع دول خليجية تقيم أطيب العلاقات مع طهران، برغم أن دول الخليج هي خط التماس الأول بين العرب والإيرانيين في هذا المجال، وأقصد يعني الكويت، قطر، عمان، والإمارات صاحبة الجزر الثلاث المحتلة لديها تبادل تجاري مع الإمارات يقارب بالعشرة مليارات دولار، بينما لا يكاد يكون هناك أي نوع من التبادل التجاري بين الأردن وإيران في هذا المجال. السعودية الدولة التي تقود وقادت محورا في مواجهة إيران أنجزت خمس جولات من الحوار آخرها كانت إيجابية للغاية كما قال الإيرانيون وكما قال السعوديون، والآن الحوار بين البلدين سوف ينتقل إلى المستوى السياسي والدبلوماسي بعد المستوى الأمني، وهناك أجندة عمل مشتركة تم التوافق عليها في الجولتين الرابعة والخامسة بين البلدين. لذلك يعني ما قاله رئيس الوزراء في الحقيقة أن الأردن لا ينظر لإيران كمصدر تهديد، قالته غالبية ساحقة من الأردنيين، 87% من الأردنيين يعني يرون إسرائيل وليس إيران هي التهديد الوجودي للأمن القومي العربي، مقابل 4% فقط ينظرون لإيران على أنها تهديد للأمن القومي العربي، وهم نفسهم 4% الذين يرون أن الولايات المتحدة هي تهديد للأمن القومي العربي، بالرغم من اعتراف الغالبية العظمى من الأردنيين بأن الولايات المتحدة هي المانح الأكبر للأردن. إذن المزاج يعني في الحقيقة يملي مقاربات مغايرة يعني للغة التصعيد، وأعتقد أن المنطقة بدأت تشهد استدارات في العامين الفائتين. طيب، أخشى ما أخشاه أن تكون جولة بايدن القادمة وما يحمله في جعبته من مشاريع، سواء يعني ربط الدفاعات الجوية والرادارات وحلف أمني أو إلى غير ذلك، أن تكون يعني عنصر تصعيد وانقسام وتوتير في هذه المنطقة، لأنه من الواضح تماما أن الإدارة الأمريكية تريد أن تنشئ حلفا. نعم، يعني هو بالفعل يمكن أن يوتر هذا ما كاد يبدأ في الهدوء، سنرى طبعا وسنتابع. ولكن ليلى الأولى، يعني في سعي رئيس الوزراء الأردني في هذه المقابلة أنه يكون متوازنا في حديثه عن إيران، هو أيضا قال من ناحية أخرى، يعني رغم هذه النبرة التصالحية كما يصفه عريب الرنتاوي، قال أن منظومة أمن الخليج لا يجب أن تضرب وأنها من ضمن منظومة أمن الأردن. أنت كيف يعني تقيمين لنا درجة سخونة التوتر حاليا بين إيران من جهة وبين الدول العربية من جهة أخرى وفي مقدمتها الأردن على إثر هذه المقابلة؟ نعم، أنا أعتقد يعني أنه الأردن طرح بداية موضوع الناتو العربي، ويبدو أنه لم يكن هناك تجاوب خليجي. الأكيد أن قطر والإمارات جاءوا بطريقة يعني واضحة، السعودية لم تصرح علنا ولكنها يعني أبدت استعدادها لحوار مع الإيرانيين، مع ويعني
شاهدنا ان السياسه الخارجيه السعوديه اليوم هي لفتح ملفات، لفتح صفحات جديده، لسلام اكثر مع يعني لتوطيد العلاقات. انا بعتقد انه المنطقه نعم تتجه نحو يعني تسوية ما في المنطقة، تخفيف النزاعات. هنا اسمح لي فقط أن أقول بأنه إذا كانت إيران قد تدخلت في بعض الدول ومست بالأمن الخليجي، ولكن أيضا بعض الدول أيضا مست بالأمن الإيراني. إذا كانت على سبيل المثال سوريا وهي المحاكمة للأردن، كان هناك تدخل خليجي قطري إماراتي سعودي أيضا عبر وأردني عبر تسليح المعارضة السورية، وكانت إيران تدعم الطرف المقابل. يعني الجميع اشترك في تقويض امن المنطقه يعني بالتوازي. لذلك اعتقد بانه انا الاوان، لا اعتقد ان بايدن يعني اذا كان هناك جديه لدى الخليجيين، ويبدو ان هناك جديه، لا اعتقد انه سوف يكون هناك قدره لتوثير الاجواء. نحن نعرف ان علاقه بايدن بالسعوديه ليست يعني جيده. طب ولكن دكتورة ليلى، يعني تقولين كانت أيضا هناك تدخلات وإضرار بمصالح إيرانية، يعني خلاصة ما تقولين، من قبل الدول العربية، ولكن أبدا لم نسمع مواقف وتصريحات من قبيل ما قاله مثلا قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة، الذي قال أنه على الأردن ودول الخليج وأفغانستان أن تخرج القوات الأمريكية طوعا، وإلا لأخرجتها إيران بالقوة. يعني كان دائما هناك تصريحات وتصريحات متبادله. نحن نتذكر من كم سنه كمان ايضا لقد هدد يعني السعوديون بانهم سوف يعني يحرضون الناس داخل ايران وسوف يقومون بالحكم الايراني. يعني التصعيد والتصعيد المتبادل ورفع السقوف كانت موجوده، واتمنى ان يكون اليوم قد انتهينا. يعني حتى فكره الناتو العربي من اسبوعين التي طرحها ملك الاردن هي موجهه ضد من؟ هي موجهه بالتحديد إيران، يعني لأنه الدول المدعوة إلى أن تقوم تحت إطار الناتو العربي لديها علاقات جيدة سلام أو تقضيع مع إسرائيل، لذلك كان بطبيعة الحال موجه نحو إيران. طب يعني هذا في التحليل السياسي، ولكن في التصريح الرسمي لدينا من رئيس الوزراء للتو انه لا، الاردن لا يعتبر ايران مصدر تهديد. طيب اسمح لي ساعود الي عريب الرنتاوي، واريد ان اسال، هل هناك مخاوف حقيقيه لا تزال حتى اللحظه منذ العام 79 انه ايران تريد ان تصدر ثورتها الى المنطقه، والبدايه او العين الايرانيه اكثر ما تكون هي على الاردن ومصر، ولكن حتى على الاردن بدرجه اكبر؟ يعني ليس هناك في الحقيقة في الأدبيات السياسية الأردنية ما يشي بذلك. يعني هناك بعض المخاوف من امتداد النفوذ الإيراني إلى الحدود الشمالية والشرقية للأردن في سوريا والعراق من خلال بعض الميليشيات والجماعات غير المنضبطة، والتي يتورط بعضها الآن فيما يسمى الآن حرب المخدرات الدائرة على الحدود الشمالية بشكل أو بآخر. أما أن يرقى هذا الأمر إلى مستوى التهديد للأمن الوطني الأردني، فلا أعتقد أن الأردن قد وصل إلى مثل هذا الاستنتاج. لكن في قناعة أيضا، دعينا نكون صرحاء في هذا المجال، نحن منذ زمن نتحدث عن ثلاثة مشاريع كبرى متصارعة في هذا الإقليم، مشروع إيراني، مشروع تركي، مشروع إسرائيلي، بغياب كامل للمشروع العربي. لا أحد لديه اعتراض على قيام كتلة عربية وازنة تنسق اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، عسكريا، كما شئتي. ولدينا مرجعيات بهذا المعنى من الاتفاقات المشتركة في إطار جامعة الدول العربية التي يمكن إحيائها وتفعيلها. الخطر الكارثي على هذه المنطقة إن قبل العرب أو بعض العرب بإدماج إسرائيل في هذه المنظومة. ليس هذا كارثة على إيران، هذه كارثة على الدول العربية، سيما وأن إسرائيل تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وتدير ظهرها للرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف. إدخال إسرائيل في تتصور الملك عبد الله الثاني يوافق على الدخول في تحالف كهذا؟ لم أسمع السؤال جيدا، لو سمحت. هل تتصور الملك عبد الله الثاني الذي تحدث قبل أيام قليلة بأنه يرحب بالفكرة، فكرة يعني دول تشترك ذات تفكير مشترك أو ذات أفكار متشابهة تشترك فعلا في تحالف من هذا النوع، هل تتصور يعني أنه يقبل بدخول إسرائيل؟
أنا لا أعتقد أنه لدى أي عربي يعني تفكير مشترك مع إسرائيل. يعني إسرائيل دولة أبارتايد الآن بوثائق رسمية أممية وعالمية في هذا المجال، تحتل الضفة الغربية التي كانت جزء من المملكة الأردنية الهاشمية طيب ومدينة القدس والرعاية الهاشمية. أين التفكير المشترك في هذا المجال؟ ثم جاءت تصريحات رئيس الحكومة وقبلها وزير الخارجية، أعتقد أنها كافية لإرسال بعض رسائل الطمأنة في هذا المجال. لكن في مطلق الحالات، ودعينا نضع الأمور في سياق واضح، الغالبية الساحقة من الأردنيين تعتبر إسرائيل هي التهديد الوجودي. 73% يعتبروا مجرد وجود إسرائيل تهديد وجودي للأمن القومي العربي. فهل يمكن يعني أن تكون إسرائيل شريكا في منظومة إقليمية؟ طيب أنا لا أريد أن أفسد الفقرة التالية لأنها كلها على موضوع الناتو الشرق أوسط، هذا لدينا في البرنامج، ولكن طبعا الملفات مرتبطة ببعضها. أريد أن أسألك ليلا أولى على هذه الإشارة للعلاقات التي وردت في المقابلة بين الأردن والسعودية، ويقول بشر الخصاونة لم يكن هناك أبدا توتر، أنت ما رأيك؟ يعني كان واضحا ان هناك بعض المشاكل التي لم ترقى الى مستوى التوتر، كان هناك يعني بعض الاشارات يعني الاردنيه الى علاقات المعارضين بالسعوديه، ولكن اعتقد انها لم ترقى الى مستوى خلاف كامل. اسمح لي فقط ان اقول عن موضوع تصدير الثوره. تصدير الثوره بمعنى التصدير الكامل لثوره ايران لا يمكن ان يتم في دول يعني مصر والأردن، لأن ليس هناك فضاء طبيعي ثقافي ديني متشابه مع إيران. ولكن الثورات التي حصلت في بداية الربيع العربي في مصر، وحصل هناك بعض التظاهرات في الأردن، حصلت في تونس، أنا أتصور أن يعني إيران كانت تحبذ أن تكون هذه التظاهرات نموذجاً جديداً أو تصديراً لثورتها، لأنها اعتبرتها أصلح الإسلامية ودعمتها. عندما بدأت في سوريا عارضت إيران المشروع، ولكن قبل ذلك كنا نشهد أن هناك ترحيباً إيرانياً بهذه الثورات، وكأنها نوع جديد يعني تصدير الثورة ولكن بمذهب آخر. يعني كان هذا استباقا يعني او اعتبار انه من ستفرز هذه الثوره هم الاسلاميون، لان المفروض انها كانت النتيجه غير حتميه، يعني كان يمكن ان تذهب الامور في اكثر من اتجاه، ام ان هذا كلام نظري فقط؟ انا اعتقد بان ايران كانت تعول على ان يستلم اخوان المسلمين الحكم في جميع انحاء المنطقه، وان يكون هناك ايضا تقويض للحكم الهاشمي، ان يكونوا في مصر في دول. فإذا تصدير الثورة بمعناها الإسلامي وليس الشيوعي فقط، بمعناها الإسلامي أعتقد أن إيران عولت عليه في بداية الربيع العربي، لذلك سمتها الصحوة الإسلامية. طيب عريب الرنتاوي، يعني هل كلما جاءت زيارة مثلا الآن محمد بن سلمان كان في الأردن مؤخرا، يعني تبرز التساؤلات هل يشكل هذا تهديدا لإيران؟ ما الذي يعني يدور في الكواليس؟ يعني هل هو تحميل للأمور بأكثر مما تحتمل، أو أنه كانت هناك قطيعة أردنية سعودية والآن تم احتوائها؟ يعني كان هناك خلاف وتوتر في العلاقات يعني بشكل واضح، يعني الرئيس يعني يريد ان يعني لا يستطيع الا ان يتحدث بلغه دبلوماسيه بهذا المعنى، سيما واننا امام صفحه جديده في العلاقات، لكن لا نقرا التاريخ يعني باثر رجعي في هذا المجال من لحظه الزياره، لا، مرت العلاقه الاردنيه السعوديه بمراحل الفتور وتوتر. يعني على خلفيه خلافات واضحه في هذا، يبدو كان هناك رهانات سعوديه على دور أردني أكبر في الحرب اليمنية ودور بري، ربما السعودية تقريبا توقفت عن دفع مساعدات للأردن منذ أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات، والاستثمارات السعودية في القليل يعني قليلة للغاية. حتى ما ذكر يعني عن الزيارة ونجرى فيها، يعني قارني بين نتائج زيارة بن سلمان للقاهرة، انتهت بثمان مليارات دولار اتفاقات ثنائية على الأقل. أنا في الحقيقة الاتفاقات المبرمة بين عمان والرياض أثناء الزيارة يعني لم أرى فيها أي تطور نوعي يعني جاذب للانتباه. ثم وصلت العلاقات إلى مرحلة متردية، فترة ما أسمي بالفتنة في الأردن، كانت هناك مؤشرات وتأشيرات وإشارات واضحة بأن هناك صلة ما للمملكة ولمكتب ولي العهد بهذه الفتنة يعني، واعتقل يعني باسم عوض الله الذي كان رئيسا للديوان الملكي وهو مقرب جدا من ولي العهد السعودي ولا يزال في السجن يعني في هذا المعنى. إذا
يعني إذا أردنا أن نقرأ الموضوع بلغة، يعني بلغة المراقب والباحث والإعلامي وإلى آخره، لا، العلاقات كان فيها درجة من الفتور، وأعتقد أن الزيارة كانت مطلوبة بذاتها، يعني بصرف النظر عن النتائج التي ترتبت عليها، لأن يعني محمد بن سلمان لم يأتي إلى عمان منذ أن تولى موقعه في هذا المجال، وهذا أمر لافت للانتباه بكل ما بينما مثلا كبار القادة الأردنيين بما فيهم الملك زار المملكة مرات عديدة، شكرا. ودون أن يكون في يعني مقابل ذلك زيارات سعودية من نعم نفس المستوى للأردن. هذه الصفحة في ظني أنها طويت، لكن ليس بالضرورة ضد إيران. أنا بعتقد ما قاله رئيس الحكومة ربما يكون صحيحا، أن البعد الاقتصادي الآن غالب على الحراك الأردني المصري السعودي الإماراتي العراقي بشكل خاص، هنا الطاقة، المياه، نعم الاستثمار إلى أشكرك، آخره. يعني الأولويات تغيرت لربما. كورونا. أشكرك من عمان عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كما أشكر من بيروت الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.